من مدينة كافنتري البريطانية ينضم إلينا السيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. صباح الخير رامي، تفاصيل أوفى حول ذلك في ظل الجدل حول كيف سيصل النفط الإيراني إلى لبنان. نعم صباح الخير. طبعا هذا إذا نكون وصلت هذه القاتلة المكونة من نحو 50 صهريج محملة في مادة البنزين من ودخلت من العراق باتجاه لبنان، ولكن هل دخلت هي بالفعل إلى الأراضي اللبنانية؟ هذا الأمر لا أستطيع تأكيده. هذا الأمر يتعلق من أين ستدخل لبنان، وهي ستدخل من معابر شرعية. هي بشكل قطعي حسب المرافقين لهذه القافلة التي دخلت من الأراضي العراقية يوم أمس هي متجهة باتجاه لبنان، وكانت بحماية عناصر من الفرقة الرابعة وعناصر من ميليشيات إيران المتواجدة في تلك المنطقة. هل جاءت من الأراضي العراقية فقط أو مصدرها العراق أو مصدرها إيران أيضا؟ هذا الأمر لا نستطيع تأكيده ونفيه، ولكن ما نؤكده بأن نحو 50 صهريج محملة بمادة البنزين دخلت من معبر البوكمال باتجاه الأراضي اللبنانية مرورا بالأراضي السورية لمرافقة الفرقة الرابعة وميليشيات إيران الموجودة في تلك المنطقة. طيب ولو سألنا عن الممسك بالمعابر الحدودية المقابلة، هل لك أن تطلعنا على تفاصيل؟ نعم بشكل قطعي، يعني على الحدود العراقية هم ميليشيات إيران، على الحدود اللبنانية أيضا ميليشيات إيران، ولكن من ميليشيات إيران؟ حزب الله اللبناني هو الممسك بمعابر التهريب والمعابر الرسمية. يعني حتى لو تواجد هناك قوات للنظام، ولكن بشكل قطعي من يسيطر على الحدود السورية اللبنانية هو حزب الله اللبناني. هل ستدخل هذه عبر يعني جهة حكومية إلى لبنان؟ الأمر يتعلق بالدولة اللبنانية، يتعلق بالإعلام اللبناني الذي يجب أن يراقب دخول هذه الصهاريج الآتية بدعم إيراني إلى لبنان. من مدينة كوفنتري البريطانية رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شكرا رامي على المعلومات التي أطلعتنا عليها الآن، أشكرك.